في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب وما زلنا نتكلم عن الأسباب المهمة اللي تعينك بإذن الله عز وجل على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. من الأسباب اللي تعينك على التدبر وهو سبب مهم أن يصبح عندك يقين أنك مع القرآن حي ومبصر ومهتدي، وبدون القرآن وبعدك عن القرآن تصبح ميت أعمى ضال. والدليل من كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. خلونا نتأمل مع بعض هذه الآية الجميلة والرائعة اللي تبين كلامنا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فبدون القرآن تتخبط في الظلمات. شوفوا الآية الثانية الله سبحانه وتعالى ونتأمل ونتدبر مع بعض هذا الكلام العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا، الروح هي الحياة، فبدون القرآن تصبح ميت. وهذه إشارات ورسائل من الله سبحانه وتعالى في كلامه لنا، يجب علينا أن نتعظ بهذه الرسائل. ثم الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنعم عليه بنعمة عظيمة فيقول: ووجدك ضالا فهدى. بماذا هدى الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هداه بالقرآن العظيم. أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي القرآن. فيا أحبابنا، القرب من القرآن يجب أن يكون بيقين، يقينك أنك تعرف أنك بقرب القرآن تصبح حي ومبصر ومهتدي، وبدون القرآن تصبح ميت وأعمى وضال. والله هذا سبب مهم جدا أن يجعلنا أن نتدبر كلام الله عز وجل. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور. مدرسة النخلة مدرسة عريقة في تونس، تأسست عام 1726 ميلادي. كانت هذه المدرسة العريقة مهداً لأهل القرآن وحفاظ القرآن. هجرت هذه المدرسة تقريباً 15 عاماً في سنوات الجمر كما يسمونها، وفي هذه الأيام ولله الحمد عاد النشاط في هذه المدرسة، مدرسة النخلة، في حفظ القرآن وتعليم القرآن، فهم يحفظون القرآن في هذه المدرسة على طريقة الألواح. Mm-hmm.
هذه النخلة أسألهم كم عمر هذه النخلة، يقولون إن عمرها تقريباً 150 سنة ما شاء الله، لذلك سميت مدرسة النخلة على هذه النخلة. ندخل نشوف حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فكرة رائعة في هذه المدرسة، مدرسة النخلة عندهم قسم عجيب سموه قسم التكوين. هذا القسم يضم تقريباً 20 طالب يحفظون القرآن. ما هو قسم التكوين؟ وما الهدف من هذا القسم؟ التقيت مع مشرف هذا القسم قسم التكوين وهو الشيخ عيدي شريف. لماذا سميت هذه الحلقة حلقة التكوين؟ سميت حلقة التكوين من أجل أن يكون الطالب متكون ومتخصص في القرآن، لكي إذا تخرج من هذه المدرسة يعلم في المستقبل، يخرج من هذه المدرسة يعني يعتبر معناها فهمتي معناها معلم القرآن ما شاء الله، ويكون معناها إمام معناها من أئمة الموجودين عندنا في تونس. فكرة جميلة. ويوزعون على كامل الجمهورية، فهم يعني ليس من تونس العاصمة، يعني من جميع الجهات، يعني من الجمهورية التونسية. قسم التكوين هذا معناه فهمتي متكون الآن تقريبا من 20 طالب متفرغين تماما يحفظوا القرآن الكريم. أبدا ما متفرغين تماما يحفظوا القرآن الكريم، فهم مقيمين يدرسون و لا يخرجون من هذه المدرسة، لا يخرجون إلا للمبيت، والمبيت هو بجانب المدرسة يعني. يدرس في هذه المدرسة مدرسة النخلة تقريبا أكثر من 2000 طالبا يحفظوا القرآن. التقيت مع كم طالب منهم وأغلبهم من قسم التكوين في هذه المدرسة، والتقيت أيضا مع شيخهم الذي يحفظهم القرآن، صغير في السن ولكنه كبيرا في القدر، وهو الشيخ بشير سعيداني. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شيخنا، لما دخلت عليك في الحلقة تحفظهم كلام الله سبحانه وتعالى على طريق الألواح، يعني اشرح لي الطريقة التي يحفظ بها الشيخ بشير الطلبة. هذه الطريقة الأجر فيها أجران. أولها لا يدرس بهذه الطريقة يعني إلا من يكون حافظا متقن لكتاب الله. لما فيها يعني لا أقول صعوبة، ولكن تعتمد أكثر على الحفظ. تجد حتى في المتعلم بطريقة اللوحة والمتعلم بطريقة المصحف يعني تجد فرق. في من ناحية الإتقان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تكون عملية التدريس من صلاة الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى منتصف النهار، إلى حدود الظهر تقريبا ما شاء الله، ثم يكون فاصل في راحة معناها من أجل الغداء. ثم معناها يعودون إلى الدرس بعد صلاة العصر إلى حدود صلاة العشاء. بدأنا من الناس مع الشيخ من سورة الناس صعودا إلى البقرة، وصلت إلى حد ما شاء هذا الله. ثم إلا تنصروه فقد سورة التوبة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما شاء الله في غار. إيه ما شاء الله في غار. يا الله أكبر ما شاء الله. هذا اللوح اللي أمامكم يكتب طبعا بيده الحفظ، واللوح وصل إلى إلا أن تصلوه فقد نصره الله. ما شدني في هذا اللوح أنه مختلف عن تقليدي شوية تقليدي ها، وأكبر من اللي عند الشباب تقريبا ما شاء الله. وخط ما شاء الله الشيخ محمد علي جميل جدا وهو يكتب ما شاء الله القرآن. حدثني عن حياتك في هذا المكان. والله الحمد هنا القرآن من قبل صلاة الفجر ما شاء الله. فنحن صحيح يكون الشيخ موجود معنا من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، ولكننا الشباب يأتون إلى المدرسة هنا
من قبل صلاة الفجر. نعم. ما تعوده الطلاب في هذه المدرسة ما شاء الله أنهم يكررون الحفظ مرات عديدة، ولكن ما سمعت الشيخ محمد ما شاء الله أنه أكثر طالباً ما شاء الله تبارك الله. ليس أكثر طالباً، هناك طالب أكثر مني يعني للحقيقة يعني. أنت كم وصلت في التكرار ما شاء الله؟ والله يعني 300-400. وأجد أناس يهاجرون من دولة إلى أخرى ومسافات طويلة ويتركون كل أحبابهم وأهلهم حتى يحفظوا القرآن. الآن معي أحد الطلبة ما شاء الله من بوركينا فاسو، هاجر من بلده إلى تونس الشيخ أبو بكر كي يحفظ القرآن. بدأت كنت عندما كنت 6 أو 7 سنوات من عمري كنت أحفظ عنده. عند والدك؟ نعم، وأذهب إلى المدرسة، وبعد ذلك أغلقت مدرستنا. نعم. لأن لا يوجد حفاظ عندنا، وذهبت أرسلني إلى مالي. نعم. وختمت هناك بالنظر فقط. نعم. وبعد ذلك حصلت على المنحة في مدينة القيروان. نعم. وجئت هناك في 2009 إلى تونس. نعم. في القيروان. نعم، ختمت في القيروان. نعم. وبعد ذلك سمعت عن مدرسة النخلة. ولكن هناك أقسام أخرى في هذه المدرسة وهي مدرسة النخلة، ما هي الأقسام الأخرى شيخنا؟ هذه الأقسام وهي موجودة أمامكم الآن يعني فهمني، الأقسام هذه موجودة للخارجيين. نعم. يعني الخارجيين الذين يدرسون في نهاية الأسبوع. نعم. يأتون مساء الجمعة ومساء الجمعة ثم يوم السبت من الصباح إلى المساء. نعم. ويوم الأحد أيضا. كم طالب تقريبا؟ تقريبا في حدود 2000 طالب. هذه أول ما فتحت المدرسة. 2000 طالب، ممكن لو نجيب في هذا المكان 400 طالب لا يسع المكان هذا كله. هذا مقسمين على 3 أيام، مساء الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. نعم. والأقسام وهذا جدول الأوقات موجود. كيف يدخلون؟ تدوم الحصة، تدوم الحصة ما يقارب على ساعة ونصف. نعم. وهناك أربع أقسام، كل حصة ساعة ونصف من 8 إلى 6 مساء تقريبا يعني. ما شاء الله. قرآني أحيا بك وردد معانيك، ورتلك بين الرجا والضراعة، يا نور يا قرآن يا عز تاليك، محبتك لي عند ربي شفاعة. الشاب الطموح يونس من تونس سافر وهاجر إلى باريس لدراسة الهندسة، ووفقه الله سبحانه وتعالى حتى حصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية. ثم حدث نفسه قال ماذا بعد الدكتوراه، فبدأت رحلته مع القرآن وهو عمره 28 عاما حتى حفظ القرآن الكريم كاملا. فعلا شخصية طموحة عجيبة. كيف بدأت دراستك؟ ما هي الدراسة؟ المراحل الدراسية؟ أنا سافرت إلى باريس إلى فرنسا في نطاق اتفاقية بين الدولة الفرنسية والدولة التونسية. هذه اتفاقية قديمة تعاون لاحتضان الطلبة المتميزين في تونس وإدماجهم بالمدارس العليا للمهندسين بفرنسا حتى يدرسوا الهندسة هناك ويتخرجوا من فرنسا، والكثير منهم يبقى ويشتغل هناك وبعضهم يعود إلى تونس للعمل في بلده الأصلي والنهوض ببلاده. ما شاء الله. ما هي الدراسة التي درستها؟ أنا درست بمدرسة المهندسين بباريس اختصاص في كهرباء، ثم لاحظت أنه يعني عندما أنا جلست مع نفسي ولاحظت أنه هناك يعني عدم توازن كبير في شخصيتي. نعم. من حيث أني بلغت ما بلغت والحمد لله في العلوم المعروفة الفيزياء والرياضيات ما يسمى بالعلوم الدنيوية. نعم. وأنا ليس لي أي علم ولو بسيط في العلوم الشرعية. نعم. وكنت حتى أخجل يعني من نفسي عندما أصلي الصلاة الجهرية وأجد أني لا أتقن التلاوة، كنت أعرف أني لا أتقن التلاوة لأني أقارن بين قراءتي وما أسمعه من تلاوات المشايخ المعروفة المسجلة. فجاني السؤال لما لا أحفظ القرآن الكريم أو أتعلم تلاوة القرآن الكريم. وصادف أني في تلك الفترة بالذات ذهبت لأصلي في مسجد من المساجد المجاورة، وكان هناك شخص جاء خصيصا في ذلك اليوم في تلك الصلاة، صلاة المغرب،
ليتحدث بعد الصلاة. قام هذا الشخص وقدم نفسه على أساس أنه مبعوث من معهد تحفيظ القرآن الكريم بباريس، وذكر اسم، الاسم هو المعهد الأوروبي. فمن الغد في الصباح أخذت القطار، وكان يبعد عن البيت هذا المعهد تقريبا مدة ساعة، وذهبت هناك وأخذت معي الشيك يعني، ودفعت المعلوم السنوي كامل حتى لا يكون في أي رجعة، حتى تلزم نفسك، حتى ألزم نفسي. ما شاء الله. لم تنتهي قصة الشيخ يونس، فمن همته العجيبة وطموحه الرائع حفظ القرآن الكريم في سنة واحدة. يعني عندما تعودت على الحفظ قلت لما لا، أنا يعني أحتاج للعمل حتى أصرف على نفسي. نعم. هو الأصل في المقرر أن الحفظ يكون على 3 سنوات. نعم. أنا قلت لما لا أضغطه في سنة واحدة. نعم. وهذا يعني أن الحفظ السريع ليس منصوحاً به. نعم. وأنا حقيقة قد قاسيت من هذه التجربة. نعم. ولكن لم يكن لي بداً من ذلك، لأني نعم. لابد أن أنهي الحفظ وأعود إلى عملي حتى أقتات. نعم. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. حقيقة الإنسان يعني شعر بأنه قد نضج، يعني حقيقة وصل إلى سن الرشد. حقيقة قبلها كان الإنسان عمره 28 سنة. مع أن أنت دكتور. مع أني دكتور. نعم. كنت يعني هذا أنا بعد حفظ القرآن أنظر إلى نفسي قبل أن أحفظ القرآن، فأرى نفسي طفلاً جهولاً لا أعرف أي شيء. الله أكبر. من الأشياء التي تفضل بها شيخي علي عندما تخرجت في فرنسا أنه مباشرة، أذكر هذه الكلمة، عندما أجازني بالرواية الأولى، رواية حفص، في اليوم الذي أجازني قال لي: أنت صرت الآن وقفاً للقرآن الكريم. يا الله يا الله على جمال هذا القرآن. كلمة جميلة ورائعة قالها الشيخ الذي حفظ الشيخ يونس القرآن. بعد أن انتهى من حفظ القرآن قال: يا يونس، الآن أنت أصبحت وقفاً للقرآن. فتشجع الشيخ يونس فتفرغ تماماً لتحفيظ التونسيين القرآن، وأشرف على معهد الإمام نافع لتحفيظ القرآن. الهدف الأول لهذا المعهد هو أن يصبح القرآن الكريم ركناً أساسياً في حياة المواطن التونسي يومياً. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد. عائلة بن نور، هذه العائلة التي اشتهرت في تونس بحفظهم للقرآن الكريم واهتمامهم بكتاب الله عز وجل. التقيت بالشيخ عبد الغني بن نور وهو إمام جامع الزيتونة في تونس. كيف كانت بدايتك مع القرآن شيخ عبد الغني؟ بداية حفظ الكتاب الله تعالى والفضل لله أولا وأخيرا، ثم ربي سبحانه وتعالى جعل لي أسباب، معناها خليتني وحفزتني بس نحفظ القرآن. بين أسباب هذه هي العائلة الكريمة، ربي يحفظها وربي إن شاء الله يثبتنا ووفقنا لذلك. آمين. العائلة على بداية من أبي رحمه الله كان شغوفا بالقرآن، ثم أول من بادر بحفظ كتاب الله في العائلة هو أخوي نجيب رحمه الله، نجيب بن نور، ثم تبعه بعد ذلك أخي حبيب. فأنا لما ريتك الصورة ذيك خلتني معناها نتشجع أني نحفظ في كتاب ربي سبحانه وتعالى منذ الصغر. شوفوا يا أحبابنا أثر الأهل على حفظ أبنائهم القرآن. يا آباء يا أمهات، أنتم القدوات لأبنائكم في حفظ القرآن. الشيخ عبد الغني أبوه أثر عليه، أخوه أثر عليه، وأنا أقول لكم أنتم يا آباء يا أمهات تعلموا القرآن، احفظوا القرآن، هذا بإذن الله راح ينعكس على أبنائكم في حرصهم على كتاب الله عز وجل. ختمت القرآن كم كان عمرك شيخنا؟ في 21 سنة. عمرك 21 سنة؟ نعم.
مجرد أن ختمت القرآن اعتقلت وسجلت؟ بالضبط. أنا قبل تقريبا بالضبط قبل سنة تقريباً. قبل سنة حفظت القرآن وبعدها دخلت إلى نعم، إلى السجن. نعم. كم سنة سجنت شيخ؟ سجنت 14 سنة. قول لنا حياتنا السجنية كان محورها الأساسي هو القرآن، من فضل ربي تعالى. القرآن تربينا عليه كما قلت لك حفظا وعملا. إذا ما تزينش الحفظ هذا بالمعاني هذه فالحفظ هذا ما يدومش، لأنه شفنا بعض معناها شكون اللي حفظ القرآن وما دامش، لأنه كان يتعامل مع القرآن تعامل حرفي فقط، في حين القرآن أبعد من هذا، يلزم القرآن تعامل معاه حفظا وأداء وسلوكا وأخلاقا خاصة وتدبرا وتدبرا. نعم. نحن لا ينقصنا في هذه الأمة حفاظا للقرآن وكثرة الحفاظ، ولكن ينقصنا أمثال الشيخ عبد الغني حفظه الله، الذي كان حريصا على تدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. حتى لا يكون نحن باش نعطيه الصوت مع سورة خايبة أوقات، ما كون القرآن هذا وقت تسمع قرآن تقول ميت فما عنا ميت، هذا من أكبر السلبيات. في السورة اللي قالوا فيها على الأموات اللي هي سورة ياسين، ربي قال فيها هي بالذات لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هي معناها السورة اللي تقرأ على الأموات، ربي سبحانه وتعالى جعل فيها آية غاية في الروعة. التصور يا أخي، معناها نحن كنا ممنوعين من صحف قرآن، شكون يبقى معناها اللي يبقى معنا في علاقة، الإخوة اللي عندهم تقريبا حافظين جزء أو خاتمين القرآن، هذوما بقوا في علاقة كبيرة مع القرآن، في حين بقية الإخوة كل واحد نكتبوا له في ورقة. أنا بين قوسين معناها ليش نقول هذا من باب الرياء ولا باب، بالعكس باش نعرف باش تعرف هالعلاقة النظام المجرم اللي كنا نتعاملوا معاه. نحكي لك كنا نقرأ معناها ممنوعين مصحف قرآن، حاجة اسمها حلقة في ذكر الله قرآن أو حتى حلقة عادية، لا أبدا. ما زلت أعجب وأتعجب من حرص شباب تونس على حفظ القرآن وحفظهم للقرآن بالرغم من عدم توفر المناخ المناسب لحفظ كتاب الله عز وجل. طيب إحنا كل الأجواء مهيئة لنا إن إحنا نحفظ القرآن، ما هي عذابنا؟ عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتحذير، فيه الخير والبرهان من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.